لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلا يا معلم، إن كنت محزونا فما لك ترقد. هلا بكيت لمن بكاه محمد؟ ولقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدون، والشمس والقمر المنير كلاهما حول النجوم تباكيا، والفرقد أنسيت آل المصطفى في كربلاء حول الحسين ذبائح لم يلحدوا كيف السلوب في السماء يا زينب تدعو بحرقة قلبها يا أحمد. يا جد من حولي يتامى إخوتي بن اللقاء سلم القناع بارك الله فيك يا
المصطفى من تزج سفرة القشرة والعلو ما رحم حالي وش حال حرمة بالسفر من غير كل ما مشيت روس منصوبة حسين حسين يا حسين سلم علي قلبك عيالك مجهول حسين يا حسين ضعضع علي دخلة ابني والرجاس وابن الخنا شفته بقضيبه ينكث الراس ويقول يا زينب ذبحنا حسين بن عباس كل ساعة يشتمني ويقول الخارجي سمع زينب حسين ناشدني من الناس اخوك حسين ونوه نعاس اقول حسين ضل وعباس اللي في القطعة يمين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وما ربك بغافل عما يعمل صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله تعتبر العزة عزة النفس هي ركنا من الأركان الأساسية لسعادة الحياة البشرية في شتى المجالات الحياتية الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية وكذلك في جميع مراحل الحياة من الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة كذلك هي يعبر عنها بأنها من السجايا المهمة التي تنتج عن شعور الإنسان بالحرية سواء بحرية التملك حرية الرأي حرية الموقف فنجد أن هذه المسألة المهمة والخطيرة في حياة الإنسان هي تولد عند الإنسان حالة ضرورية
من الدفاع عن حقوقه، من الدفاع عن عقيدته، عن موقفه، عن ظلامته. فنجد أن هذه المسألة أيها الأحبة هي تتأصل أو تتجسد في الشعوب العزيزة المنيعة الجانب. في المقابل نجد أن الطواغيت أو الظلمة أو الجبابرة يعتبر أن هذا اللون من العزة أو الكرامة أو الثبات على الموقف هو لون من ألوان التكبر المذموم، بل على العكس. شعور اليوم المؤمن بعزته، بكرامته، بشرفه، بموقفه، بمبدأه، بمطالبه، هو في الواقع ناتج من الاعتقاد بالحق. هذا أمر. الأمر الآخر أنه يتخذ هذا الموقف من كرهه للكفر وللظلم بكافة ألوانه وأشكاله. هذا شيء طبيعي أنه يولد عند الإنسان حالة ضرورية في مسألة الدفاع عن أصول عيشه، عن كرامته، عن عقيدته، عن حقوقه، عن ظلامته. فهذه المسألة المهمة والخطيرة التي عمقها ورسخها صاحب الشرف حبيبنا المصطفى محمد فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل 14 قرنا وبوحي من الله سبحانه جل وعلا عندما أسس الدولة الإسلامية أسسها على أساس العدالة والحرية، على أساس احترام حقوق الناس، على أساس كرامة الناس. فهو منذ أن انطلق صلى الله عليه وآله في دعوته لعبادة الله، لمحاربة العبودية المصطنعة، راح النبي يا مؤمن يعطي دروس للأمة في علو الهمة، في الكرامة المعنوية، في الفضائل الروحية، بل أنه جعل تعاليمه منسجمة مع هذه الخصلة الحسنة والحميدة على مختلف المستويات والمجالات، المستوى الديني، المستوى الأخلاقي، المستوى الاجتماعي، على المستوى العبادي، على المستوى السياسي. فالنبي صلى الله عليه وآله على الرغم من أنه كان قائداً دينياً ومرشداً روحياً إلا أنه كان يحكم على أساس القوانين العادلة في الإسلام. الموقع اللي يمثل إخواني أبائي الأبوة عندما يقول لعلي عليه السلام أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. شوف الأبوة اللي يتفرع منها هذا الحلم وهالحنان وهالرعاية وهالعطف وهالمحبة التي كان يكنها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأمة. هالحب، هالحنان، هالحلم، هالصبر، سعة الصدر، مقابلة الإساءة بالإحسان. وهذا ما استحق هذا الحمد وهذا الثناء إخواني أبائي اعتبار، لا، هذا ليه اعتبار. فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذا لما تقرأ أنت في سيرة النبي يا مؤمن تجد أن من خلال سيرته العطرة لم يكن فقط هو مهتما بالحقوق الجماعية، حتى بالحقوق الفردية. يعني ما كان أحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو من إقسام، من تمييز، من قتل، من سرقة، من إهانة. شلون كان النبي يا مؤمن يحرص على كرامة وعزة هذا العبد المؤمن؟ ليش؟ لأن هذا المؤمن له كرامة. أنت ترجع لبعض الروايات أكو اليوم أعظم من بيت الله، إلا أننا نجد من خلال الروايات أن حرمة المؤمن هي أعظم حتى من حرمة الكعبة.
هذا مو كلامي، هذا كلام الأئمة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فحرمة المؤمن هي أعظم عند الله سبحانه جل وعلا حتى من بيته المحرم والمقدس الذي أمر الناس بالحج إليه أو الاعتمار إليه. لهذا تشوف النبي شلون كان حريص على عزة المؤمن وشلون إليه كرامة، كل الروايات. ولهذا حتى اليوم الإنسان لما ينتهج هذا المنهج الذي انتهجه رسول الله صلى الله عليه وآله، في الواقع لو أن الأمة اليوم سارت على نهج رسول الله لما رأيت أحدا من الناس يشكو ظلما أو يشكو ظلما، أو لما رأيت فقيرا من فقراء المسلمين يطر على أبواب المساجد. ولهذا تقول الروايات إذا كان راكبا على دابة وإذا يجي واحد من عموم الناس يريد يمشي من حوله يقول له لا، إما أن تصعد معي على دابتي وإما تسبقني إلى المكان الذي تريد. ها شلون يجي النبي بشرف العلي والعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. فنجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان حريصاً صلوات الله وسلامه عليه على عزة المؤمن، على كرامة المؤمن. وإحنا اليوم لما نقرأ القرآن خصوصاً لما نقف هذا المقطع الذي بدأت به أو صدرت به المجلس، آية تقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا شنو معناته؟ معناته اليوم إحنا كمسلمين، اليوم كمؤمنين، رجالاً نساءً صغاراً كباراً أغنياءً فقراءً، لنا عزة ولنا كرامة، وهذه العزة والكرامة جعلها الله في مصاف عزته وعزة حبيبه محمد. وقد يقول قائل وما معنى العزة التي يجعلها الله سبحانه جل وعلا في مصاف عزته وعزة حبيبه؟ يعني هذا تأكيد على حرمة المؤمن، على عظمة هذا الإنسان المخلوق الذي آمن بالله سبحانه جل وعلا. ولذلك هنا يشير إلى أمرين، الأمر الأول أن الله عندما منح هذه العزة وهذه الكرامة لعباده المؤمنين معناته أن الله لا يرضى بظلم عبده المؤمن بأي شكل من الأشكال، بأي لون من الألوان، لا يرضى أن يهان. ولهذا لما تقف عند بعض الروايات التي وردت عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن جبرائيل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من أها، يقول لك الباري من أهان عبدي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. شو نوع الإهانة؟ يعني لما يتساءل المؤمن الإهانة هي متعددة، أنت لما تعتدي على أبوك المؤمن إهانة، لما تغتاب إهانة، لما تسعى إلى ظلمه، إلى الاعتداء عليه، إلى سرقته، إلى قتله، إلى ممارسة الظلم معه بأي شكل أو لون من الألوان، فهذا بمثابة أنك تحارب الله. ولهذا أنت إذا يمكن عندك عضلات على هذا المستضعف، على هذا الفقير، على هذا المظلوم، فتصور أن هناك من ينصر هذا المظلوم. وهذه سنة الحياة. يعني أنت قد تمارس الظلم مع هذا الإنسان أو هذا الإنسان يمارس ضده الظلم من جماعات، من أفراد، من أنظمة، من حكومات، لكن هل أن هذه القوة بما يملكها هذا الفرد وهذا المسؤول أو هذه الجماعة، هل أنها في حقيقة الأمر يعتبر أنه محاربة وعزة وانتصار على هذا المظلوم؟ لا. ولهذا شوف إلى درجة أن الشيطان لما يجي يزين العمل إلى الطاغوت أو إلى الظالم شو يسوي به؟ إذا وصل به الحد إلى درجة أنه لا يبصر الطريق
فتشوف يزين له الشيطان شنو عمله، يزين له الحق باطل والباطل حق، فتشوف أنه يمكن يقتل، يسفك الدماء، يهتك الأعراض، يتعدى على أعراض الناس، على الحرمات، في نفس الوقت يتصور يزين الشيطان العمل، فيتصور أن بما يقوم به من جرم أو ظلم أو اضطهاد يمثل له عز وكرامة، بل لا، أن هذا الفعل أو هذا الأمر يزيده بعدا ومسافة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذا كلما أنه استغرق في ظلمه أو جرمه تجد أن حسرته وندامته في الدنيا تكون أشد في الدنيا وفي الآخرة. هذا من جهة، إلى جهة أخرى، هذا إذا كان على مستوى الفرد، إذا كان على مستوى الجماعات، من يهتك، من يسرق، من يلعب بمخدرات الأمة، من يسفك الدماء من دون رادع، من دون وازع ديني، فهذا هو في حقيقة الأمر يحارب الناس، يحارب المستضعفين، أنه يحارب الله. فارجع القرآن الكريم واضح، انظر إلى أولئك الذين عثوا في الأرض فسادا وإفسادا. أكو أعظم من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أكو أعظم من هارون الرشيد؟ أكو أعظم من المتوكل العباسي؟ التاريخي وشاهد ودليل على كل حقائق هؤلاء الطوائف ومنها. إذن الإنسان هنا لابد أن يعتبر ويتخذ الدروس والعبر من كل أولئك الطواغيت والظلم الذين تهاوت عروشهم في الدنيا، وهذا هو جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة. لها أي تقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مهما ملك اليوم ظالم الوسائل التي من خلالها لعله يسيطر أو يتحكم على كل منافذ الحياة، إلا أن المؤمن لا ينبغي أن يعيش بحال من اليأس أو من القنوط. لأننا نقرأ القرآن جيدا، وعندما نقرأ القرآن لا بد أن نثق بالله، لأن الله يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة واحد يقرأ لما تقرأ في التاريخ سيرة الطواغيت والظلم اللي تهاوت عروشهم إلى درجة، يعني خصوصا تجي إلى فترة بني العباس، وشلون كان الأتراك يتلاعبون بالزعامة العباسية إلى درجة ينصبون واحد بالصباح وبالليل يعزلونه. وأنت تقرأ في الدعاء الحمد لله الذي يملك ملوكا ويستخلف آخرين، شوف أنت هذا يقول واحد دخلت إلى جامع المنصور ببغداد، يقول شفت واحد واقف عليه جبة قد خرج قطن بطانتها، يقول أنا داخل أصلي، وإذا به يقول تصدقوا على من كان بالأمس أمير المؤمنين وهو اليوم الفقراء المسلمين. يقول يا ابني واحد التفت إليه قلت له من هذا؟ قال هذا بالأمس حاكم واليوم يطر على أبواب المساجد. اللي الله سبحانه جل وعلا يرفعه يقدر يضعه ولا؟ إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني. نقرأ إحنا في دعاء الصباح تعز من تشاء، وتقرأ في القرآن وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلما يستفحل يمكن الظالم في جبروته في طغيانه وتشوف الدنيا مقبلة عليه، يقول منو يزيل الملك يزيل عرش؟ لا، هذه سنة الحياة، تجد أن الله سبحانه جل وعلا يذله في الدنيا قبل الآخرة. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه العزة التي منحها الله لعبده المؤمن في نفس الوقت أيضاً ما يقبل لعبده المؤمن أن يدل نفسه بنفسه. العزة اللي الله منحك إياها إليها شأن وإليها مكان عظيم عند الله، ف
فما يمكن أن يبيع الإنسان عزته وكرامته من أجل دراهم معدودة، من أجل منصب أو مال أو جاه، أو من أجل أن يتسلق على رقاب العباد. ما يمكن، أن الله في المقابل، ولهذا تقول الروايات أن حسرة هذا الإنسان اللي يبيع آخرته بدنيا تكون أشد حتى من هذا الظالم. ليش؟ لأنه يعرف الحق، ما يعرف الحق ويعرف الحق لكن يتبع الحق، لكن تجد أنه مستعد من أجل الدنيا، وإذا صار عبد إلى الدنيا هي الطامة الكبرى. إذا استحوذ على قلبه حب الملك، حب الرئاسة، ها، حب السلطان، حب الجاه، حب المال، تجد أنه مستعد أن يبيع دينه في سبيل تحقيق ذلك. تجي أنت مثلاً إلى حميد بن قحطبة لما يقالوا لأجمل أمير حجاج ويستدعي يقول لبنا تفدي الأمير، قال أفديه بالمال وبالنفس، قال لما لنا حاجة لا في مالك ولا في نفسك. يريد يطلع يقول للحاجب أجمل الأمير بما تفدي الأمير، قال بالمال والنفس والولد، قال ما لنا حاجة لا في مالك لا في نفسك لا في ولدك. ها، وشوف هذا الخطر، ها، هذا الخطر الشديد. لما مرة ثانية راد يطلع قال أجب الأمير، قال بما تفدي الأمير، قال بالمال والنفس والولد والدين، قال تعال هذا اللي أريد منك. فتجد أنه يبيع آخرته من أجل الدنيا من أجل دراهم معدودة، من أجل إرضاء سلطان جاهر. ها، أنت تارة تشوف حتى الآن هذا اللي بقلبك يمكن تتظاهر أمام الناس لكن من قبلك مع هذا الظالم أو مع هذا الطاغية، لا، حتى هذا أنت محاسب عليه. ها، حتى هذا تكون من خلاله في علاج هؤلاء. ولهذا تجد أنه يبيع آخرته بدنياه ومستعد يجيز على قدوس على القيم وعلى المبادئ وعلى الوطن. ولهذا لما سلم سيف قال تعالى في ليلة واحدة قتل ما يقال من 60 إلى 70 علوي. ولما دخل عليه واحد في أيام شهر رمضان شهر ياكل في نهار شهر رمضان قال ألا تتق الله يا حميد، تهتك حرمة الشهر وتأكل في نهار شهر رمضان، قال وأي صيام ينفع معي وأي صلاة تنفع معي وأنا في ليلة واحدة بعت آخرتي بدنياي من أجل أرضاء سلطان جاهر. ترجع روايات الإمام صلى الله عليه وسلم من طلب رضا السلطان فقد خرج من دين الله. ولهذا نحن في هالأيام المقبلة أيها الأحبة، الليالي المعدودة التي تقبل علينا في موسم العطاء، موسم العزة، موسم الكرامة والمبدأ والموقف والثبات على الحق، نجد أن كربلاء الحسين طرحت لنا نماذج ممن باعوا أنفسهم أو باعوا دنياهم بآخرتهم أو آخرتهم بدنياهم. تجد كربلاء الحسين طرحت نماذج من هؤلاء، عمر بن سعد، عمر بن سعد الذي يقول له الحسين أو زعمت يا ابن سعد أن الدعي ابن الدعي يوليك حكم العراق أو ملك الري بعد أن تقدم على قدري، فوالله لن تنلثوا بعد قدري إلا أذلة خاسرة. وشوف الكلمات اللي سطرتها كتب التاريخ، أفكر في أمري على خطريني أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع منثوما بقتل حسين. شو اختار هو؟ ولهذا ما عنده حجة، لا عمر بن سعد ولا أولئك الذين خرجوا أكثر. سيد المقرب يقول ما يقارب أقل الأعداد اللي خرجت لقتال الحسين 30,000. واحد يسأل قبل 2 سنين كنا بحضرة آية الشيخ محمد سلم حفظه الله، يسأله
يقول له شيخنا الجليل دول اللي طلعوا لحرب الحسين دول يكونون معذورين امام الله. يمكن البعض طلع وباعتبار اعلام المضلل اللي مارسه يزيد بان هذا خارجي يمكن الواحد منهم ما يعرف الحسين. قال ليس يوجد عندهم حجه. قال اولا ان الحسين خطب خطبتين يوم العاشر، خطبه عرف فيها نفسه بحسبه ونسبه، وخطبة دعاهم فيها إلى التوبة يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دار النابة، أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عطرة وكتابة فغدوا حيارى لا يرون لبعضه إلا الأسنة والرماح جوابه. يقول دولة ما عندهم حجة. الحسين خطب ولما خطب ما قال واحد من الجيش إلا سمع الحسين. وترجع أنت للروايات، من سمع ناعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على من خير في نار جهنم. وليش شوف أنت حتى اللي دعاهم الحسين إلى نصرته واللي كانوا بالقرب من كربلاء قال لي أم لحد منكم يكون قريب يسمع ناعيتي؟ ها؟ فمن سمع ناعيتنا ولم يجبنا كبه الله على من خريه في نار جهنم. ولذلك تجد ان عمر بن سعد رغم الحسين مناع بعد، قال لي شلون توعد انك يزيد تريده؟ قال لي اخاف تهدم علي ناري؟ قال انا من النار. قال اخاف تصادر اموالي؟ قال انا اعطيك اموال، ما عنده حجه. لكن تجد ان الحسين دعاه الى الجنه ولكنه اختار نار جهنم. ولذلك هل أنه بعد قتله للحسين دعوة إمام؟ هل هنأت له الحياة؟ لا والله. شوف كل من يقتل، ها؟ كل من يسفك الدماء، كل من يسير في درب هذا الطاغية يزيد بن معاوية تجد أن الحياة لا تهنى له مهما ملك يزيد، ملك القصور، ملك الأموال، لكن شنو النهاية التي عاقبته للمتقين؟ في المقابل أيضا طرحت نماذج، منها النماذج اللي رسمها سيد الشهداء وخطها هو وأهل بيته وأصحابه تمثل في العزة والكرامة، خصوصا إذا أريد للمؤمن. وإذا نشوف المؤمن أنت لم يعيش في الدنيا لا يتوقع أن كل حياة اللي يعيشها هي رغد وسعادة وخالية من المنغصات والمصائب والمحنة. هذا طريق ذات الشوكة، مو أنا وأنت. سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، جرى ما جرى عليه وعلى أهل بيته، أعظم المصاب وأعظم الرزايا وأنت تقرأ. ولذلك تجد أننا لا نستطيع أن نخفف من الآلام التي في قلوبنا إلا بذكر مصاب الحسين. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهولت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، ومصيبتكم إلى يوم القيامة باقية. شو سرها؟ سرها مبدأ الحسين وعزة كرامة الحسين، الحسين الذي هدد بالقتل وقالها أطلقها بأبي وأمي مدوية، لا زالت ترن في أسماع الدهر إلى يومك إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف. خذيني، وقالها بعد بأبي وأمي عندما أراد يزيد أن يركع الحسين، ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. وهيهات، شو هذا الطريق اللي رسم الحسين للأحرار، للشهداء، للثوار، لأصحاب المبادئ والقيم، وثبتوا ونالوا أيضا وسام وشرف الشهادة. الله يحشر شهدانا مع شهداء الحسين، اللي ساروا على هذا الدرب في مطالبة بالحق وفي الصبر والثبات على المبدأ
نسأل الله بجاء الحسين من الأيام أن يحشره مع محمد وآل محمد. هذا اسم الحسين هذا الطريق، وأيضا هذا الطريق رسمه أبو الفضل العباس، وعن موقف الثبات والعزة، الثبات على الموقف، هذا اللي ينبغي للمؤمن. وين يتجلى لك هذا الموقف؟ في مواقف العباس البطولية، بأبي وأمي لما قطعت يمينه ماذا قال؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادقا يقيني أخذ يقول يا رب لا ترضى عن الكفار وأصلهم يا رب اقرأ وياي حر النار قد قطعوا ببغي شمالي بقي اللواء يتمايل حسين وين واقف؟ على باب الخيمة، بجانبه أخته الحوراء زينب، تنظر زينب من بعيد، شوف لواء العباس يتمايل يمينا وشمالا، كان بهالدفتة إلى الحسين، يا حسين شيال العلم ليكون طاحت سالم وليشيل العلم ما يشوف يا عالم. وإذا بالعباس يجيب من وسط المعركة أنا قطع العيد أجفوفي يا خويا العلم بالعجل شوف البركة نزل من على ضحى جواله مشى خطوات التقط شيئا من الارض اخذ يشمه يقول نظرنا لتعرف شنو في ايد الحسين ما عرفنا شنو في ايد الحسين مشى خطوات التقط شيئا اخر اخذ يقبله نظرنا أبعدنا النظر وإذا بهما كفينا بالفضل إلى أن جاء ماشيا إلى جسد ابن والده اللي فاقد أخو عزيز على قلبه اللي فاقد شهيد من الأخوة يتذكر الحسين لما وقف على أخوه العباس واضعا يده على ظهره مناديا الان سمعني اذا عندك عزيزها على قلبك الان انكسر ظهري الان شمتني قل لي يا خويا قطعت جفوفي وتعبت
رديت للخيمة وجود المايس. قال لي يا أخويا بالفضل في وين؟ قال لي يا أخويا قطعت ما دمي على عيني جمد يا حسين. أبيضك نشف دمومي يا بقية العاشق. يقول لما وصل العباس وصل الحسين إلى أخيه العباس جلس عند العباس. إحنا عندنا هذا الاعتقاد أهل البيت حضرون الموالي ولا؟ لما جلس الحسين كأني به التفت إلى أخيه العباس قل أبو فاضل أنا عشت وياك طول هالسنين ما سمعتك تنادي علي بأخي إلا هالساعة. ها ليش أبو فاضل؟ قال لي يا أبا عبد الله من عادة الفارس إذا وقع من على ظهر جمال بأي شيء يتلقى الأرض يا رومني من طالعني يا مؤمن يتلقى الأرض بيده. أسألك يا مؤمن العباس لا يميل ولا يقل على العلم حطيت درعاني ضميت لصدري والعمل جاي شفت أمك وشافتني بلي ابنك. الله أكبر. يقول لنا ما وقعت أبو علي تدري وين سقطت؟ وقعت بحجر أمك الزهرة. أوالي مأجور مأجور على هالدمعة. هذا أبو فاضل بار بالحوائج. يقول إجت لي شالتني عن الغبرة وخلتني بحجرها أمك الزهرة. يلا وياها. وهي تقول هذا حسين جالك من قصر ظهرا. اسمع اسمع شفت لطمة على خد أمك يا أخوي حسين. يقول بعد هذا خيال. يقول لما وقع العباس لما وقع كأني به رأى ضمامة سوداء بجانبه. تصور العباس أنها أمه أم البنين. فقال أمه الله أكبر لهل قد أنت الحنونة على أولادك يلي على رأسي وقفت مكسورة الخاطر توني ليكون انتي ام الابنين حنون اول اولادك تحضر. جاوبت صاحت منها تهمل يا ولادي إلى أكدان يا عباس آل أم الحسن وحسين على حسين وحزني ويلي ويلي عز مشينا للمخيم قال ما عزام شينا للمخيم يا خلما خلي على الشاطئ أعالي خلعته الروح مقدار
بدر تم مبلوغه وبدر ما تايب ألف وصفة على العباس ما تايب يظل مرمي على حر الوطية والله يظل مرمي على حر وتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر سعدتي الفرات المفعم يا الله إلهي نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبحق باب الحوائج أبي الفضل العباس أقضي حوائجنا حوائج المحتاجين اشفي كل مريض فك أسرانا المظلومين رد غرباءنا المهجرين آوي كل مشرد وطني إلهي انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد ارحم شهداءنا الأبرار ارحم من اجتمعنا لسبب شهيد السعيد اللهم ارحمه برحمتك اسكنه الفسيح من جنتك اللهم اجعل في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور كله من ضيق الحدود إلى سعة النور والقصور أتاك اللهم به من عمل صالح فزد اللهم في حسناته وما أتاك اللهم به من عمل سيئ فاغفر له ولنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات واحشرنا وإياه في زمرة محمد المصطفى وآله النجبة واخلف على أدبه وعقبه في الغابرين إنك أنت أرحم الراحمين لروحه ولأرواح الشهداء والعلماء وخدمتي أبي عبد الله الحسين موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.